كابتن. ازي حضرتك يا فندم، عامل ايه؟ ازي يا كابتن؟ كله بخير الحمد لله. ازي يا كابتن اشرف معاك؟ يعني الحقيقه يا استاذ العميد كنت اتمنى ان ما تحصلش المشاكل دي من بدايه الموسم، يعني النادي الاسماعيلي كنا متفائلين بشكل كبير انه ممكن يعود للمنافسه بقوه، خاصه ان الجميع في مصر وفي الوطن العربي كمان بشكل كبير بيحبوا كره النادي الاسماعيلي ويتمنوا النادي الاسماعيلي يعود للمنافسه مره ثانيه. والحقيقه يعني كنت سعيد في بدايه الموسم انه مجلس اداره دعم بجهاز فني محترم بلاعبين بشكل جيد جدا الفترات اللي فاتت، وكنا نتمنى المشاكل ما تحصلش بشكل كبير في بدايه الموسم كده. هو احنا بندعمه وسنظل ندعمه وهو مدرب قدير وعنده طموح، بس لانه فوجئ بس بقل يعني واحد او اثنين في الجميل امبارح للاسف طوله، انما هو دي الانديه الشعبيه الحاجات دي كلها وارده، يعني هم مش متعودين يهزموا وفي اسماعيليه فلقوا المنظر، يمكن محملين جزء هنا ولا جزء هنا، انما ده موضوع سهل وبسيط، وانا اعتقد طريقه للحل هو الكابتن ميدو طبعا دخل على خاطره امبارح وقال ان انا بعمل فريق قوي، ان انا اتحاسب ان انا عايز اجيب بطوله الاول، دي عمليه صعبه بالنسبه لي، احنا قلنا له احنا عايزين تعمل فريق قوي قادر على المنافسه على البطولات. سيد العميد يعني التصريحات اللي موجوده طبعا ده اكيد وهياخد وقت. سيد العميد يعني موجود في المواقع انه يعني تصريحات كابتن احمد حسام ميدو انه طموحات مجلس الاداره وطموحات الجهاز الفني والجماهير لا تتناسب مع امكانيات اللاعبين، يعني انا برضو يعني مش امكانيات النادي الماليه يعني التصريح اللي قاله كده، فهو يعني الامكانيات الماليه دي عايزه مثلا عايزه اتوبيس خاص، وعايزه اروح اقعد في مثلا في اسكندريه في فندق فلسطين واسافر بره كنت ما احب والعب ماتش بره هنا وماتش بره هنا، الحاجات دي بال 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 في وقتها تمام، واي لعيب هو محتاجه هنجيبه له، واحنا بنعمل فريق قوي ينافس البطولات يقدر يرجع مره ثانيه للمنافسه طبعا، وده مهم جدا الحقيقه يا استاذ العميد، وانا شايف انه يعني الامور ماشيه بشكل جيد الحقيقه، يعني مجلس الاداره بيدعم كويس. هو بس زي ما تقول كابتن انزعج يعني في بعض الجماهير امبارح من النادي الاسماعيلي يعني رفضت الخساره وبالتالي يعني تطاولت على كابتن احمد، واحد او اثنين يمكن تطاول عنده شخصيا، يمكن اتكلموا على لعيب يحطوه لعيب يشيلوه، وفي نفس الوقت كان في لعيبه كان في ناس بتتطاول المره اللي فاتت بتتكلم لا شيل فلان وحط فلان، دي ما تزعجش هو ما بتزعجش الاداره، كانت للاسف بس هي كانت صارت المعصوره واحد وواحد وواحد من هنا اثنين اللي كلموا، لكن دول مش هم دول اللي النادي الاسماعيلي مجلس اداره النادي الاسماعيلي والجهاز الفني اللي مع عميد واللاعبين واللعيبه والجماهير كلها بتسند، واحنا عايزين فريق قوي ينافس على البطولات، وان شاء الله البطوله هتيجي من المنافسه أكيد. مش هتيجي ان انا اقول عايز في يوم وليله هاخد دوري هاخد دوري، لا انا والظروف هنشوفها عامله ازاي، احتاجنا لعيبه هنجيبه، احتاجنا اثنين هنجيبهم، الامور ماشيه كويس، وما اعتقدش كل الناس حاسه ان الفريق ماشي كويس والجهاز ماشي كويس، اعتقد ان الامور اتحلت خلال ساعات قليله يعني ان شاء الله. والله يا سياده العميد يعني انا مش عشان حضرتك معانا او حضرتك يعني انا من الناس اللي بحترمها جدا، ولكن كلام حضرتك محترم لانه مجلس اداره يعني مش طالب بطوله دلوقتي، ولكن طالب فريق محترم الفتره اللي جايه يقدر ينافس او يقدر يعود للمنافسه مره ثانيه، وده حق مشروع لمجلس اداره، وطلبات مش كتيره لان النادي الاسماعيلي مش كتير عليه انه يرجع للمنافسه مره ثانيه، وبنرفض طبعا البطولات من اول للرابع يعني الاول المنافسه على المربع الذهبي من الاول الثاني الثالث الرابع بس اخش في المنافسه يعني هو ده المطالب، واحنا هندخل في المنافسه وفريقنا قوي وقادر على حظ بطولات بعد كده، هندعم وهنعمل كل حاجه وان شاء الله هنقدر بعد كده بوجوده ووجود الدعم ده كله، المحافظ بيدعمنا والوزير الشباب والرياضه بيدعمنا والجماهير بتدعمنا وان شاء الله طلع كل حاجه، فانا مش عايز حضرتك اتكلمت مع ميدو استاذ عميد؟ اتكلمت معاه، هو طبعا كان قلت له الاستقاله مرفوضه تماما وارجع، واحنا ان شاء الله كلنا هنعمل فريق قوي قادر على المنافسه على البطولات واحنا ماشيين في طريقنا وان شاء الله، بس كان الاول الدوري دلوقتي الداخليه وما عندهاش واحد مشهور احنا عندنا لعيبه وعندنا رجاله وان شاء الله هتمشي الامور، والفرق كلها كابتن ما فيش فرقه ظهرت دلوقتي، احنا لسه بدري يا سياده العميد، يعني ده انا لسه كنت بتكلم في عمليه الاقالات للمدربين بعد الاسبوع الثاني والثالث، موضوع صعب جدا، انا مش هعملها ابدا ومش هقبلها، ميدو ابني لا اقبل ليه الفشل ولا للاداره ولا للجماهير والفرقه الفشل، وميدو ان شاء الله انا بتكلم معاه وان شاء الله في خلال ساعات ابني بوجه له دلوقتي الاستاذ مجلس الاداره بوجه له دلوقتي وهما الاثنين هيتقابلوا
واعتقد ان هو هيعود وهيسافر مع الفريق اسكندريه، وان شاء الله الامور هتمشي باذن الله. ان شاء الله ده اللي نتمناه يا سيد العميد، وان شاء الله. وبشكر حضرتك جدا على التوضيح، ونتمنى ان شاء الله عوده احمد حسام ميدو للنادي الاسماعيلي، لانه يعني انا الحقيقه متبني فكره انه الطموحات او الشباب الفتره اللي جايه تكون متواجده بشكل قوي في الدوري المصري. تجربه